ترغبنا وتمنينا وتنير الظلمة في الأكوان. يقولون في الحكمة: مهنة في اليد أمان من الفقر. والله تبارك وتعالى كتب لكل إنسان رزقه وهو في بطن أمه، ولكن أمرنا أن نسعى، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم ربى هذه الأمة على أن تأكل من عمل يدها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، بل إن الأنبياء كثير منهم كانت لهم أعمال، وكانوا يمشون في الأسواق، وكانوا يتاجرون ويبيعون ويشترون ويعيشون كما يعيش الناس، لأن الله أمرنا أن نعمر الحياة لا أن نخربها، وأن نصلحها لا أن نفسدها. فالله تبارك وتعالى أمر الأنبياء والرسل بالعمل والسعي، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعمل بالتجارة وعمل برعي الغنم، عندما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا رعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. العمل شرف وليس عيب، والمهنة تستر الإنسان بكسب حلال يكسبه بعرق جبينه، ثم يطعم نفسه وولده وأهله، وهو بذلك له درجة كمن هو في سبيل الله. لو كان خرج من بيته يسعى على أبوين كبيرين، أو خرج من بيته يسعى على أطفاله صغارا، أو خرج من بيته ليعف نفسه عن الحرام، فهو في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم كانوا يعملون، أهل مكة كانوا يعملون بالتجارة، أهل المدينة من الأنصار كانوا يعملون بالزراعة، والله سبحانه وتعالى فتح عليهم الأرزاق، ما مدوا أيديهم لأحد، لأنهم تعلموا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بعد الهجرة إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون أهل مكة أهل تجارة، والأنصار أهل زراعة. سعد ابن عبادة رضي الله، سعد بن الربيع رضي الله عنه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. وكان سعد له أموال وكان غنيا، فقال لأخيه عبد الرحمن: ما لي بيني وبينك نصفين، إلى آخر الحديث. لكن عبد الرحمن ماذا فعل؟ قابل هذا السخاء وهذا الكرم والجود بعفة المؤمن، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. ثم خرج إلى السوق فباع واشترى حتى فتح الله عليه، فكان الذهب يقطع عنده بالفلوس، أغناه الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن الله خلق الأيدي لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا. اليد التي تعمل يد شريفة، يد طاهرة، يد نظيفة، ولكن بعض الناس لهم مهن وليس لديهم ما يستعينون به من آلة الحرفة. كل منهم رب أسرة يريد أن يغنيها بالحلال، وهنا يأتي دورنا كيف ننمي من عنده موهبة، من عنده مهنة، من عنده وظيفة، حتى نكون إلى جواره بآلة المهنة، ليفتح الله تبارك وتعالى عليه فيكسب حلالا ويغنيه الله من فضله، ثم يجود بما زاد مما رزقه الله على غيره من الفقراء، فبذلك نكون قد أعنا مسلما على أعباء هذه الحياة، وجعلناه منتجا حتى يكون سخيا كريما يوسع على غيره من الفقراء والمعوزين والمساكين. هذه أيضا من الأبواب المفتوحة التي فتحها الله تبارك وتعالى، آلة الحرفة وآلة المهنة، فيها تنمية للأمة حتى نحصر دائرة الفقراء في أضيق دائرة، لأن الإسلام جاء ليحارب الفقر والجهل والمرض بما سنه من تشريع يغني الأمة بالحلال لا بالحرام ولا بطرق أخرى غير مشروعة، ولكن أبواب الحلال كثيرة. وأيضا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله تعالى ما أمر بشيء إلا وأعان عليه، وما نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. الله أمرنا بكسب الحلال فيعيننا عليه، أمرنا بالزواج يعيننا على العفة، والله أمرنا بأكل الحلال والحلال كثير، لكن ما حرمه الله علينا تجد أمامه في الحلال أطيب وأكثر.
الله حرم علينا الزنا وأحل لنا الزواج، حرم علينا الخمر وأحل لنا اللبن والعسل والماء العذب الفرات، حرم علينا الربا وأحل لنا البيع والشراء. ما تراه محرما هو في أضيق دائرة، أما الحلال فهو أوسع، لذلك الأبواب مفتوحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ومنكم وبأيديكم الطيبة، وأنتم أهل خير وأهل فضل، أن نعين إخواننا ممن لهم مهن ولهم حرف، أن نساعدهم بهذه الآلة، آلة المهنة والحرفة، حتى يغنيهم الله تبارك وتعالى فيصبحوا أعفة أعزة كرام. كرامة المسلم من كرامة كل مسلم، وعزة الأمة ألا تستجدي قوت يومها وغذاء بطنها وجسدها من أحد، ولكن تطلبه من الله الواحد الأحد.